طيب مساء الخير مرة ثانية ويعطيكم العافية جميعا. استكمالا للشيء اللي حكيناه المرة الماضية إخواني حكينا عن ما يسمى بالراندوم إكسبيريمنت، راندوم إكسبيريمنت التجربة العشوائية، وحكينا إنه أي إكسبيريمنت في الدنيا، أي تجربة، هي أني بروسيس ذات ييلد ريزلت، أي عملية في من وراها نتيجة أطلقنا عليها اسم إكسبيريمنت، تجربة. الراندوم إكسبيريمنت، التجارب العشوائية، هي التجربة اللي بعرف شو ممكن يطلع معي، بس ما بقدر أحدد بالضبط. بعرف شو ممكن يصير بس بالضبط ما بقدر أحدد. هاي أطلقنا عليها اسم random variable. آسف، كنت أشرح random variable في المحاضرة اللي قبلكم. هاي أطلقنا عليها اسم random experiment، تجربة عشوائية. تمام؟ الآن اتفقنا إنه أي experiment في من وراها نتائج. جميع النتائج المتوقعة، all possible results، جميع النتائج اللي ممكن إنها تحدث، أطلقنا عليها اسم sample space، الفضاء العيني. الفضاء العيني هو set of all possible results، هي مجموعة جميع النتائج المتوقعة. كل شيء متوقع أطلقنا عليه اسم sample space، أو سميناه أوميجا. الآن بدنا نتعلم إشي اسمه إيفنت، حدث. من خلال الإيفنت رح نوصل لتعريف البروبابيليتي. من خلال الإيفنت رح نوصل لتعريف ما يسمى بالبروبابيليتي، الاحتمالات، ونتعلم اليوم كيف نحسب الاحتمالات. حط لي ميوت هلا. طيب، لو سألت، خلينا أحطكم كلكم ميوت. شباب انتبهوا، الله يرضى عليكم، خلينا منناش نفس الموضوع، يعني آخر فصل سنة خلاص تعلمنا، الكل ينتبه على المايك عنده. أوكي، طيب احنا اتفقنا المرة الماضية انه لو جيت سألتك ما هو المتوقع للمادة آخر الفصل. دكتور سوري للمقاطعة بس راحت الشاشة. يلا بدرجها. الشاشة راح. درجة. لو جينا سألنا ما هو المتوقع للمادة تبعتنا آخر الفصل، نيجي بنحكي المتوقع A، وممكن A ماينس، وممكن B بلس، وممكن B، وممكن حكينا عنهم المرة الماضية، وهم 12 نتيجة متوقعة. كأني كتبهم هنا. هيا، لو أنا بدي أشوف شو المتوقع لمادة الإحصاء نهاية الفصل، متوقع A، ممكن A ماينس، ممكن الطالب ينزلها B بلس، ممكن B، ممكن B ماينس، ممكن C بلس، ممكن C، ممكن C ماينس، ممكن D بلس، ممكن D، ممكن D ماينس، وممكن F. كل هاي نتائج ممكنة الحدوث، كل هاي نتائج متوقعة. الآن لو سألت طارق، طارق موجود؟ موجود يا دكتور. طيب لو سألت طارق، هاي النتائج كلها نتائج متوقعة، هل أنت هاي النتائج بتهتم فيها كلها ولا بتهتم بجزء منها؟ لا دكتور، أكيد بهتم بالجزء اللي بخصني أو بهمني، يعني اللي هو إيش الجزء اللي بهمك هون؟ يعني من كل هذه النتائج إيش بتتمنى؟ دكتور الـ A والـ A minus. ممتاز. هاي النتائج اللي بيهتم فيها طارق، اللي بتمنى حدوثها، رح نسميها اليوم event، حدث. إذا أي تجربة في الدنيا في إلها كثير نتائج متوقعة، أي تجربة في الدنيا في إلها نتائج متوقعة، لكن أحيانا بيكون اهتمامنا وتركيزنا على بعض النتائج. هاي النتائج اللي بنهتم فيها وبنركز عليها ونتمنى حدوثها يطلق عليها اسم event، حدث. يطلق عليها اسم event، حدث. في كثير من الطلاب بقول لك أنا بتمنى هاي المادة أنزلها دي وأخلص من إشي اسمه رياضيات. إذا من كل هاي النتائج هو بتمنى الدي، لا بده أكثر ولا بده أقل، بده دي. في ناس بقول لك أنا بتمنى هاي المادة، أنا في أحد الطلاب في الفصول الماضية قال لي أنا بدي المادة F، بتمنى إنه تنزل لي المادة F، حتى بديش أنجح فيها، بدي F. طيب ليش بدك إياها F؟ عشان يأخذ مادة بديلة، عشان يأخذ مادة بديلة. تمام؟ بالتالي في
التجربة وأي تجربة في الدنيا في إلها نتائج، لكن تركيزنا واهتمامنا أحيانا بيكون على بعض الأشياء اللي اليوم رح نسميها إيفنت، حدث بنسميها إيفنت. إذن الإيفنت هو عبارة عن subset of omega، subset of omega هو جزء من الفضاء العيني. شو يعني جزء من الفضاء العيني؟ لو جينا نتذكر الفضاء العيني هاي الأوميجا، الأوميجا هاي عبارة عن كل النتائج المتوقعة، كلها كاملة، كل النتائج المتوقعة، لكن الجزء اللي بتهتم فيه يطلق عليه اسم إيفنت، حدث. تمام؟ هاي فكرة الحدث، عشان اليوم نبلش نطلع الإيفنتس، ومن خلال الإيفنت مباشرة بنوصل لتعريف البروبابيليتي. لو بدي أختار مثلا منكم 4 أشخاص، طيب من الأربعة هدول هل بهتم فيهم كلهم؟ لا، مثلا بهتم في الأشخاص اللي بيقرأوا قصص. مثلا بدي أختار 100 شخص عشوائيا، بهتم بالناس الغير مدخنين. مثلا ممكن أختار طالب منكم عشوائيا، ممكن أختار طالب، ممكن أختار آسيا، ممكن أختار سالم، ممكن واحد أختار بشكل عشوائي، أختار اسم بشكل عشوائي. طيب بدي أختار اسم بشكل عشوائي، كثير خيارات قدامي، ممكن آسيا، ممكن طارق، ممكن سالم، ممكن دنيا، ممكن كثير خيارات. طيب هل أنا في كل الخيارات بهتم؟ لا، بهتم في الطلاب اللي جابوا علامة كاملة بالهومورك. إذا أنت فيه كثير خيارات أحيانا بيكون لتجربتك، لكن أنت بتهتم في جزء معين، هذا الجزء اللي أنت بتهتم فيه اتفقنا أنا وياكم إنه يطلق عليه اسم إيفنت، وهذا الإيفنت يرمز له بالرمز A أو B أو C أو D أو E إلى آخره. وبالتالي لما نشوف هاي الرموز معناته إحنا بنحكي عن إيفنت، ولما نحكي عن إيفنت يعني بنحكي عن شيء نهتم فيه، شيء نتمنى حدوثه، جزء معين عيننا عليه نتمناه، وما بنتمنى إشي ثاني غيره نهائيا. تمام؟ هذا الإشي اللي إحنا رح نبلش نأخذ أمثلة عليه في محاضرة اليوم، واللي منه بنقدر نوصل لمفهوم البروبابيليتي. لو أعطيتكم مجموعة التالية، لو أعطيتكم المجموعة التالية، في عندي مجموعة اسمها S، هي المجموعة التالية. في عندي أرقام 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. تمام، هاي مجموعة أرقام قدامنا، هاي الأرقام هي مجموعة أرقام كبيرة، 2, 4, 6, 8 أرقام. الآن هاي الأرقام أرقام قدامك، بدك تختار منهم رقم، بدك تختار منهم رقم بشكل عشوائي. أنا كشخص اسمي A اللي إحنا رح نسميها إيفنت، حدث، هذا الحدث يتمنى بيهتم بشو؟ بيهتم ات يتمنى انه يختار رقم more than أكبر من more than ثلاثة مثلا it. وبالتالي من كل هاي النتائج ومن كل هاي الأرقام اللي قدامه هل بيهتم فيها كلها؟ لا، هو يتمنى إنه إذا اختار رقم يحصل على رقم أكبر من 8. إذا بده يختار واحد من هدول
بتمنى أن الرقم اللي يختاره أكثر من 8. معناته من كل هاي الأرقام اللي قدامه بإيش بيهتم هو؟ من كل هاي الأرقام 14. بيهتم في الإشي اللي فوق الثمانية الأكبر من 9 11 بالضبط. حتى الثمانية نفسها ما بده إياها، بده more than، أكثر من 8. معناته الأرقام اللي بتمناها واللي بيهتم فيها هي 9 زي ما حكى زميلكم، 9 وال 11. ليش؟ 9 وال 11 وال 14. هاي الجزئية أو هذا الإشي يطلق على اسم إيفنت. هذا الإشي يطلق عليه اسم إيفنت. إذا هذا الشخص أو هذا الإيفنت أو هذا الحدث ما بيهتم في كل هاي الأرقام، يتمنى إنه لما يختار رقم يحصل على رقم more than 8. معناته في كل هاي المجموعة اللي قدامه هو فقط بيهتم بالتسعة وبالإحداش وبالأربعتاش. لو اختار رقم طلع 9 أو طلع 11 أو طلع 14 ما عنده أي مشكلة، بالعكس بيكون حقق الهدف اللي بده إياه. أوكي؟ طيب لو عندي حدث ثاني اسمه بي، نشوف بي شو. دكتور ممكن أسألك سؤال؟ تفضلي. هلأ إحنا بنختار رقم واحد من التسعة والإحداش والأربعتاش ولا بنختارهم هم الثلاثة؟ لا هدول هم الشخص إيه بإيش بيهتم؟ بيهتم بأي إشي أعلى من الثمانية. مين الأعلى بالثمانية؟ الثمانية، التسعة والإحداش والأربعتاش. هدول هم، هدول هم النتائج اللي بترضي الشخص اللي اسمه إيه. هدول هم اللي برضو الشخص اللي اسمه إيه. هلأ لو طلع معه تسعة أو إحداش أو أربعتاش ما عنده مشكلة هو، بس شو اللي برضي؟ أي واحدة من هدول الثلاث. بعد شوي راح نحسب يعني لو احنا بدنا نسحب كرت مثلا، انا هدول عباره عن كروت والكروت هدول مسكرات، بس انا بتمنى لما اسحب الكرت يطلع الرقم اللي انا بدي اسحبه اكثر من 8. لما انت بتحكي انا بتمنى اشي فوق ال 8، يعني شو الاشياء اللي بتتمنيها؟ التسعة او مين او ال 11 او ال 14. اذا هدول النتائج اللي عينك عليهم هدول لو طلع 9 فيش مشكلة، لو طلع 11 فيش مشكلة، ولو طلع 14 فيش مشكلة، بس انت عينك فعليا على هدول الأرقام اللي هم 9 وال 11 وال 14. تمام؟ طيب لو عندي حدث اسمه بي، لو عندي حدث اسمه بي نشوف شو بده. بتمنى get an event يا ويلك خربتيها، يا ويلك يا ويلك خربتيها. أنا حط ميوت، حط الله يرضى عليك. طيب يلا نشوف شو الشخص اللي اسمه أو الحدث اللي اسمه بي، بإيش بيهتم أو إيش بده أو إيش عينه على شو، يتمنى حدوث إيش. بتمنى لما يختار رقم يحصل على عدد زوجي، get an even number، بتمنى انه يحصل على رقم زوجي. تعرفوا الارقام الزوجية اللي هي مضاعفات الاثنين، الارقام الزوجية. معناته الحدث اللي اسمه بي، الحدث اللي اسمه بي شو النتائج اللي عينه عليها؟ الارقام الزوجية. مين الارقام الزوجية؟ 2 6 8 10 12 14. استنى يا سالم، سالم وين 10؟ انت مجموعتك فيها 10؟ لا دكتور، بس هاي أربعة. أنت عينك على أشياء معينة من ضمن الأشياء اللي قدامك، المجموعة تبعتك. تمام؟ بالتالي الحدث اللي اسمه بي بتمنى حدوث عدد زوجي، يعني هو بيهتم بالأرقام الزوجية اللي هي الاثنين. وإيش كمان في عندي أرقام زوجية في مجموعتي؟ 6. وإيش كمان عندنا؟ 8. وإيش كمان؟ 14. ممتاز، هاي هي الأشياء اللي يتمنى حدوثها الحدث اللي اسمه بي. بعد شوي راح نعرف الاحتمالية بناء على الإشي اللي بحكيه، إنه أنت في عندك عناصر كثير، مجموعة كبيرة، أرقام كثيرة، لكن أنت عينك على أشياء معينة. طيب هذا الإشي بنسميه إيفنت. طيب ممكن نعرف حدث اسمه سي مثلا، ممكن نعرف حدث اسمه سي، نشوف شو سي بده.
سي يتمنى انه يسحب رقم يحصل على نيجاتيف نمبر، يحصل على رقم سالب. هل في هون ارقام سالبه؟ لا لا دكتور. معناته هذا الحدث اللي اسمه سي عماله بيطلب شيء مستحيل، يعني المجموعه تبعته مجموعه فارغه اللي احنا بنسميها فاي، مجموعه تبعته مجموعه فارغه ما فيها عناصر، وبعد شوي راح نسميه امبوسيبل ايفنت، حدث مستحيل، لانه الشيء اللي بيطلبه الشيء اللي بتمناه هو شيء مستحيل. بالتالي انت في عندك ست معينه، مجموعه معينه، هاي المجموعه انت اهتمامك وتركيزك على اشياء معينه، هاي الاشياء اللي بتتمنى حدوثها اطلقنا عليها اسم ايفنت. في مشكله لهون؟ لهون في اي استفسار دكتور؟ لا دكتور سهل. تفضل يا سالم. هاي احنا بناخذ السيريز اوف ايفنتس. ممكن ما ناخذهاش. لا ليش؟ احنا راح ناخذ اشياء بسيطه بالايفنتس بال عشان في عدد ايفنتس، واحنا ان هيك تعطي انستراكشن وبنشوف ان في لو هي في الايفنت ولا لا. يعني احنا الايفنتس اصلا يا سالم بس فكرته عشان توصل للبروبابيليتي. شو يعني بروبابيليتي؟ كيف نحسب البروبابيليتي؟ بس مجرد اني اعرف لك البروبابيليتي الايفنت عشان تقدر تحسب احتماليه. يعني مش فكرتنا كلها، مش كلها فكرتنا ايفنت، بس انا ضروري احكي لك شو يعني ايفنت عشان نقدر نحسب احتمالات بروبابيليتي. تمام دكتور. تمام اوكي. هاي مثال ثاني. هون لاحظ انه انا اعطيتك مجموعه، ومن هاي المجموعه صرنا احنا ندور على الشيء اللي بحقق الحدث. عرفت لك حدث، دورت على الشيء اللي بحققه او اللي بتمناه. حدث ثاني، دورت على الشيء اللي بتمناه. هاي مثال اخر. تجربتنا رول أداي، وان تايم بدي ارمي حجر النرد مره واحده. لما ترمي حجر النرد شو النتائج المتوقعه؟ من 1 to 6. من 1 to 6. حجر النرد لما نرميه ممكن احصل على 1، وممكن احصل على 2 وعلى 3 وعلى 4 وعلى 5 وعلى 6. هاي جميع النتائج اللي ممكن تحدث معي. هذا الشيء حكيناه المره الماضيه. الآن مجموعة إيفنتس أعطيتك إياهم، خلينا ندردش فيهم مع بعضنا. الحدث الأول سميته إيه؟ شو بده؟ Get an even number. نفس الشيء، بتمنى إنه لما يرمي حجر النرد، بتمنى إنه لما يرمي حجر النرد يحصل على عدد زوجي. معناته من كل هاي النتائج هو فقط بيهتم بالأعداد الزوجية. معناته مين الإشي اللي بيرضي الحدث اللي اسمه إيه؟ 2 و4 و6. 2 و4 و6 عينه عليهم. عينه لما يرمي حجر النرد، لما يرميه بتمنى يطلع معه الاثنين أو الأربعة والستة. هاي النتائج هي اللي بده إياها، الأعداد الزوجية. معناته هاي الأشياء اللي بتحقق الحدث اللي اسمه إيه، اللي هي الاثنين والأربعة والستة. طيب الحدث الثاني، get a number more than 4. هذا الحدث اللي اسمه بي، شو بتمنى؟ بتمنى انه يحصل على عدد اكبر من 4. معناته بكل هاي النتائج 5 و6 دكتور. نعم، بكل هاي النتائج هو بيهتم بالخمسة والستة. برافو عليكم، هاي الاشياء اللي ترضي الحدث اللي اسمه بي. سي شو بده؟ get a negative number impossible، يحصل على عدد سالب، ما في اشي. فاي هذا الرمز المجموعة الفارغة، او بنسميها فاي، هذا بنسميه فاي. اللي نسميه راح نسميه بعد شوي impossible event، هذا الشيء اللي طلبه شيء مستحيل وما في إشي بحقق الهدف تبعه، عشان هيك مجموعته فارغة، ما في إشي برضي. تمام. الحدث اللي بعده شو بده؟ get a prime number، بتمنى إني أحصل على عدد أولي، أحصل على عدد أولي. شو العدد الأولي؟ متذكرينه؟ اللي ما برضي يقسم على إشي، يعني بالضبط تقسم على واحد بنفسه. بالضبط دكتور، بقسم على واحد بنفسه. صح، بس البرايم نمبر خلينا نحكي شروط. اول اشي مش واحد، اول اشي مش واحد، هاي اول شرط. الشرط الثاني، ما بقدر الا اقسمه على نفسه وعلى واحد، وما بقدر اقسمه على اشياء ثانية. مش واحد، الواحد لا يعتبر عدد اولي، ما بنطبق عليه شروط الأعداد الأولية ونظرياتها. تمام. الشرط الثاني إنه ما بقدر أقسمه
إلا على نفسه وعلى واحد، وما بقدر أقسمه على أشياء تانية. طيب نيجي على الفضاء العيني. أول إشي اتفقنا أن الواحد مش أولي، ما بديه. طيب الاثنين بقسم على نفسه؟ نعم. بقسم على واحد؟ نعم. هل بقدر أقسمه على أشياء ثانية؟ لا. معناته هاي أول عدد أولي أنا بدور عليه. إذن الحدث دي الاثنين بيهتم فيها. طيب الثلاث بتقسم على نفسها؟ نعم. تقسم على واحد؟ نعم. هل بقدر أقسمها على أشياء ثانية؟ لا. إذن كمان تعتبر عدد أولي. الأربعة بتقسم على نفسها؟ نعم. تقسم على واحد؟ نعم. بس بقدر كمان أقسمها على اثنين. بقدر كمان أقسمها على اثنين، معناته خالفت الشرط. الشرط بحكي ما بقدر أقسمها إلا على نفسها وعلى واحد بس، إذن هاي ليست أولي. الخمسة بقدر أقسمها على نفسها؟ نعم. بقدر أقسمها على واحد؟ نعم. بقدر أقسمها على أشياء ثانية؟ لا. معناته تعتبر عدد أولي. تمام؟ الستة تقسم على نفسها؟ نعم. تقسم على واحد؟ نعم. بقدر أقسمها على أشياء ثانية؟ بقدر أقسم الستة على اثنين، وبقدر أقسم الستة على ثلاث. إذن هذا الإشي مرفوض، معناته الحدث اللي اسمه دي بيهتم بالاثنين والثلاثة والخمسة اللي هم اسمهم أعداد أولية. معناته هو لما يرمي حجر النرد، هذا الشخص اللي اسمه دي، أو الحدث اللي اسمه دي لما بده يرمي حجر النرد بس بيهتم بهدول الأشياء، وما بده كل النتائج، فقط عينه على الاثنين والثلاثة والخمسة اللي سميناهم أعداد أولية. في استفسار لهون؟ لا دكتور. ممتاز. دكتور أنا عندي سؤال. تفضلي. تفضلي. ليش الواحد ما بينقبل؟ ما بحقق خواص، ما بحقق نظريات تبعت العدد الأولية. العدد الأول، العدد الأولية بتذكر لما درست لما كنت في البكالوريوس أخذنا مادة كاملة بس لها علاقة في الأعداد الأولية، اسمها نظرية الأعداد. المادة كاملة بس بتحكي عن الأعداد الأولية. ففي كثير نظريات، كثير نظريات متعلقة بالأعداد الأولية ما بنطبق عليها الواحد. يعني مش بس يعني الشرط إنه مش بس يحقق التعريف، وفي كثير نظريات، هاي النظريات ما الواحد ما بنطبق عليها. خلاص اوكي تمام. اوكي، فعشان هيك بيعتبروا انه خلاص يعني اقل عدد اولي هو الاثنين. اقل عدد اولي شو هو؟ الاثنين. الاثنين هو عدد اولي وبطبق النظريات تبعت الاعداد الاوليه. الان الحدث عرفنا شو البرايم. في حدا لسه مش عارف شو يعني برايم؟ طيب حدث اسمه ايه؟ شو بده؟ get a number less than 10. شو بده؟ بتمنى انه يحصل على عدد اقل من 10. بده يرمي يعني بالضبط، بده يرمي حجر النرد، بده يرمي حجر النرد ويحصل على عدد أقل من 10. معناته لو طلع معه الواحد أو طلع الاثنين أو طلع الثلاثة أو الأربعة أو الخمسة أو الستة كله برضي هذا الحدث اللي اسمه إيه. الآن لو أنت واحد حكى لك أنا بدي أرمي حجر النرد وبتمنى إني أحصل على عدد أقل من 10، أول كلمة رح تطلع منك راح تقول له ما هو أكيد راح يطلع أقل من 10. أكيد راح يطلع أقل من 10، لأنه حجر النرد أكبر رقم فيه شو؟ الستة. صراحة فأنت لما تقول لي أنا والله بتمنى أحصل على عدد أقل من 10، أكيد راح تحصل على رقم أقل من 10. فلو طلع واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة ما عندك مشكلة، يعني أنت كل النتائج بترضيك. ليش؟ لأنك بتطلب إشي اسمه sure event، حدث أكيد، حدث أكيد. الآن في شغلتين هنا عكس بعض، في حدث اسمه impossible event، حدث مستحيل، يعني الشيء اللي بطلبه إشي مستحيل. أقول لك والله أنا بدي أرمي حجر النرد وحصل على عدد سالب، هذا إشي مستحيل. وفي بالمقابل إشي اسمه sure event، حدث أكيد، يعني الشيء اللي بتطلبه شيء أكيد، الشيء اللي بتطلبه شيء أكيد. أقول والله بدي أنا أرمي حجر النرد وأحصل على عدد أقل من 10، هذا الشيء يعتبر إشي أكيد و بنسميه شور إيفنت. الآن آخر مطلوب عنا، آخر مطلوب اللي هو الحدث اللي اسمه F، شو بده؟ get one. هذا بده يرمي حجر النرد وما بده إلا الون. لما أحكي نوار شو بتتمني نزل المادة؟ شو بتتمنيها يا نوار؟ أكيد إيه. إيه ما عطتنيش خيارات ثانية. A ما بدها إلا الA، يعني إحنا في عنا A و A minus و B plus و B وإلى آخره، هي بس بدها الA، بدها ما فيش اللي غيرها.
تمام؟ هذا الحدث اللي اسمه F، شو بده؟ get one، ما بده غير ال one، بالتالي هو بتمنى لما يرمي حجر النرد بس يحصل على الواحد، تمام؟ وبالتالي النتيجة فقط اللي بيهتم فيها هو الواحد. هذا بنسميه simple event، الشكل اللي زي هيك بنسميه simple event. يعني زي نوار ما بدها إلا الايه، نوار ما بدها الايه بس، ما بدها إشي ثاني، بنسميه simple event، تمام؟ لكن قبل شوي لما سألت طارق قال لي طارق أنا بهتم بالA أو الA minus، هذا بنسميه compound. وبالتالي صار في عنا أربع أشكال، واحد اسمه impossible، الشيء المستحيل، الشيء المستحيل يعني لما تطلب إشي مستحيل بنسميه impossible، وشيء بنسميه sure event، حدث الأكيد، وفي عنا إشي اسمه simple event. سيمبل يعني بيكون فيه عنصر واحد، بدوش غيره، ما بده إشي ثاني، زي الشخص اللي اسمه F بده يرمي حجر النرد يحصل على الواحد، غير هيك ما برضي، لا أقل ولا أكثر ولا زوجي ولا فردي ولا، بده الواحد بس. نوار بدهاش إلا الـ A بس، هاي اسمها سيمبل، تمام؟ أما اللي فيه أكثر من إشي برضيه بنسميه كومباوند، حدث مركب، حدث مركب. وبالتالي في عنا أربع أشكال، أربع أشكال هيني أنا معرف معطيكم إياهم، ومعطيك على كل واحد مثال عليه. simple event بيشبه ال F، وال compound event بيشبه ال A وال B وال D، ال impossible event بيشبه ال C، وال sure event بيشبه ال E، تمام؟ والتالي في عنا حدث اسمه حدث simple بسيط، وحدث compound مركب، وفي عنا sure event، وفي عنا impossible event حدث المستحيل. بالمحصلة لما نحكي عن حدث بنحكي عن شيء نتمنى حدوثه من ضمن المجموعة كاملة. لهون في مشكلة؟ دكتور أنا بس بدي أسأل سؤال، هو رياضيات أكثر بس عشان في حال إجانا بالامتحان. نعم. الأعداد الأولية ممكن تكون سالبة ولا بس موجب؟ لا لا موجب. طيب خلينا نشوف السؤال اللي قدامنا. السؤال اللي قدامنا بيحكي انه احنا رمينا حجر النرد الداي مرتين، تمام؟ رمينا الداي مرتين. قبل ما نكمل السؤال، لو انت رميت حجر النرد مرتين كم عدد النتائج المتوقعة؟ 36. كيف عرفت؟ لأنه له ستة وجوه، ستة وجوه باثنين، 36. ستة بستة بستة دكتور، ستة تربيع. ستة تربيع، نعم. المرة الماضية أخذنا قانون كثير مهم. القانون بيحكي إذا بدك تعرف عدد النتائج المتوقعة number of faces قوة number of trials، هذا القانون لا تنسوه لأني راح نسألكم عنه بالامتحان النهائي. قانون كثير مهم ولا تنسوه. تمام. الآن لو أنا أذكركم كيف كتبنا النتائج المتوقعة، لو بدي أرمي حجر النرد أول مرة ممكن يطلع معي واحد، ممكن اثنين، ممكن ثلاث، ممكن أربعة، ممكن خمسة، ممكن ستة، ولو بدي أرميه كمان مرة المرة الثانية ممكن واحد، ممكن اثنين، ممكن ثلاث، ممكن أربعة، ممكن خمسة، وممكن ستة. وزي ما علمتكم المرة الماضية ببلش أشبك بينهم، واحد مع واحد، واحد مع اثنين، واحد مع ثلاث، واحد مع أربعة، واحد مع خمسة، واحد مع ستة، اثنين مع واحد، اثنين مع اثنين، إلى آخره. ولو تعدوهم 36 نتيجة متوقعة. تالي لو أرمي حجر النرد مرتين رح يطلع معي 36 نتيجة متوقعة اللي هم قدامنا. لو سألنا شو يعني 6-5 معناها ممكن أرمي تطلع الرمية الأولى 6 وتطلع الرمية الثانية 5، ممكن. هاي كلها نتائج متوقعة. خلينا نرجع على الإيفنت. الحدث الأول some of faces، some of the trials أو faces is 8. هذا الشخص شو بده يعمل؟ بده يرمي حجر النرد أول مرة ومرة ثانية، يعمل some، يعمل جمع
للرميتين، بدي ارمي اول مره وبدي ارمي كمان مره، الرميتين اللي رماهم بدي اجمعهم، وبتمنى انه يكون مجموعهم شو يساوي؟ 8. ممتاز. 8. طيب من كل هاي النتائج مين اللي برضي؟ طيب كيف بدنا نعرف مين اللي برضي؟ اللي برضي هو الاشي اللي لو جمع الرمية الاولى مع الثانية، الوجه الاول مع الوجه الثاني لو جمعهم اذا اعطاه 8 معناته هاي النتيجة اللي بترضي. خلينا نيجي على شلة الواحد كلها، هاي شلة الواحد، لو رمى وطلع معه واحد وواحد، لو رمى الرمية الأولى طلعت واحد والرمية الثانية طلعت واحد، الآن بده يجمعهم، واحد زائد واحد يساوي اثنين، هل حققت الهدف تبعه؟ لا لا. من شلة الواحد كلها في إشي برضيه؟ لا دكتور. لا دكتور. طيب مجموعة اثنين، اثنين وستة. اثنين وستة. اثنين وستة معناته هاي أول نتيجة بتمنى حدوثها، أول نتيجة عينه عليها إنه إذا رمى طلعت معه 2 و6 ممتاز بيكون راضي. ليش؟ لأنه لو رمى وطلعت معه 2 و6 الآن بده يجمع الاثنين مع الستة أعطته 8 ممتاز، هذا الإشي بدور عليه. من شلة الثلاث شو اللي برضيه؟ 3 و5. ومن شلة الأربعة؟ أربعة. أربعة وأربعة. ومن شلة الخمسة؟ خمسة وثلاثة. ومن شلة الستة؟ ستة. معناته الأشياء اللي بتحقق الحدث اللي اسمه إيه، هيني أنا ملون لكم إياها، أتوقع أني كتبها نعم، بس هيني لونت لك إياها، هاي الأشياء التي ترضي الحدث اللي اسمه إيه. إذن هو ما بده 36 نتيجة، هو عينه على أشياء معينة، هيني أنا لونت لك إياهم وكتبت لك إياهم، اللي هم الاثنين والستة، الثلاثة والخمسة، الأربعة والأربعة، الخمسة والثلاث، والستة والاثنين، واحدة، ثنتين، ثلاثة، أربعة، خمسة، هذول الخمس نتائج هم بس اللي بدور عليهم، طلعت الأولى، طلعت الثانية، طلعت الثالثة، طلعت الرابعة، طلعت الخمسة، المهم عينه على هدول، هو لما يرمي عينه على هدول، 2 و6 ولا 3 و5 ولا 4 و4 ولا 5 و3 ولا 6 و2، هدول هو بيكون يدور عليهم لأنه حققوا الهدف تبعه اللي هو بده المجموع تبعهم يساوي قداش؟ يساوي 8. نشوف الحدث اللي بعده شو بده. قبل ما نروح على الثاني في مشكلة بالأول، يلا نشوف الثاني. الثاني إيش هو؟ أنا ما فهمتها. طيب إحنا بدنا نرمي حجر النارد كم مرة؟ داي مرتين صح؟ مرتين. مرتين، لما نرمي مرتين هاي كل النتائج متوقعة، عرفتي كيف كتبناها ولا عيدها؟ لا هاي عرفتها. ممتاز. هلا إحنا في عنا حدث أعطتك إياه شو اسمه؟ حدث اسمه إيه؟ الحدث اللي اسمه إيه شو بيهتم أو إيش بتمنى؟ بده يعمل sum of the trials، المحاولتين اللي هو سواهم بده يجمعهن، بس بده أو بتمنى يكون المجموعة كم؟ 8. معناته بكل هالنتائج هدول بس بيهتم إنه لو رمر لو جمع الرمي الأولى مع الرمي الثاني يكون مجموعهم 8. اوكي تمام. اوكي وبالتالي لو انا رميت وطلع معي واحد وواحد، لو رميت طلعت الرميه الاولى واحد وطلعت الرميه الثانيه واحد، نجمعهم هل بعطوني 8؟ لا. فاحنا صرنا ندور على اللي لو جمعتهم بعطوني 8، هيني لونتهم، هذول هم اللي بدور عليهم الحدث اللي اسمه ايه. تمام. هلا دكتور احنا بنعملهم لما تعطينا سؤال زي هيك بنعملهم كل الحدث زي طريقه الشجره ولا لا؟ هلا الشجرة لما يكون عندي 3 محاولات أو أكثر، إذا محاولتين نستخدم هذا المخطط. تمام. وبعدين شايفين كل اللي بنحكيه هذا، كل هذا اللي بنحكيه بس عشان نوصل للاحتمالات، لأني راح أسألكم احتمالات بس ما بقدر أسألك احتمالات إلا لما تكون عارف الإيفنت. نشوف الحدث اللي بعده شو بده. حدث اسمه بي، بده برضه يعمل sum of the trials، نفس الشيء بده يجمع الرميتين أو المحاولتين يكون مجموعهم 5، بتمنى إنه يرمي أول مرة ويرمي المرة الثانية لما يجمع الرميتين يكون مجموعهم 5. خلينا ندور على الإشي اللي بحقق أو اللي برضي الحدث اللي اسمه بي. يلا من شلة الواحد أو من مجموعة الواحد مين اللي برضي بيه؟
واحد وأربعة. ممتاز. ويلا دوروا لي واحد وأربعة، هي أول واحدة من شلة الاثنين. اثنين وثلاث. اثنين وثلاثة، وكملوا يلا. ثلاثة واثنين وأربعة وواحد. ثلاثة واثنين وأربعة واحد. ممتاز. في غيرهم؟ فيش غيرهم صح؟ هاي من مجموعة الواحد كلها. لو طلع معه واحد وواحد اجمعهم بعطوك اثنين، ما بدي اياها. لو طلع معه واحد واثنين اجمعهم بعطوك ثلاث، ما بدي اياها. لو طلع معه واحد وثلاث، لو رمى طلعت الرمية الاولى واحد وطلعت الرمية الثانية ثلاث، اللي عنده يجمعهم بعطوه اربعة، ما بدي اياها. واحد واربعة، لو رمى طلعت واحد والرمية الثانية طلعت اربعة، اجمعهم بعطوه لي خمسة، هاي اول نتيجة بدي اياها. اوكي، فهيني انا حليت لكم اياه، لونتهم اللي بدي اياهم. الحدث اللي اسمه بي بيتمنى يجمع الرميتين يكون مجموعهم خمسة، معناته واحد وأربعة، اثنين وثلاث، ثلاثة واثنين، وأربعة وواحد، فقط هم اللي برضوا الحدث اللي اسمه بي. يلا شوفوا لي سي. شوفوا لي سي. Sum of the trials is not 11. بنطلع اللي بيكون مجموعهم 11 ونطرحهم من 36. برافو عليك. شو بده؟ بده أي إشي مجموعه is not 11، مش 11، أي إشي بس مش 11. ولا تنسى إنه شو بده يعمل؟ بده يعمل sum، بده يجمع، بده يعمل عملية جمع، بشرط إنه يكون مجموعهم مش 11. طيب خلينا زي ما حكت نوار، خلينا نروح ندور أول إشي مين بعطيني 11؟ من شلة الواحد كلها في إشي لو جمعته بعطيك 11؟ ما في. مجموعة الاثنين؟ لا. مجموعة الثلاثة؟ بس الخمسة والستة. لا. مجموعة الأربعة؟ لا. مجموعة الخمسة؟ لا. مجموعة الخمسة آه. خمسة آه. الخمسة ومين؟ والستة. هاي الخمسة والستة ما بدي إياها، لأنها بتعطيني 11، أنا ما بدي 11. أكبر أقل مش مشكلة، أنا ما بدي 11. تالي الخمسة والستة ما بدي إياها. ومجموعة الستة مين ما بدي؟ ستة وخمسة بالضبط، وهاي ستة والخمسة ما بدي إياها. بالتالي كل اللي بضله هم الأشياء اللي أنت بدك إياهم، لأنه كل الأشياء اللي بتضل مجموعها مش 11، كل هاي الأشياء بتحقق الحدث اللي اسمه سي. دكتور لو سمحت. آه تفضل. بيكون يعني 36 ناقص 2 عشان شرنا الوحدة اللي مش. يس نعم. بدي أنا أعدل على، بدي أعدل على الأولى وأكتبها هيك. وهذا كان أحد الأسئلة في أحد الامتحانات. Multiple of the faces is 8. بتمنى انه يضرب الوجهين، لا تصدر اول مره ويطلع مرة. يضرب الوجهين ببعض، شو يكون مضروبهم يعطيك او محاصل ضربهم شو يعطيك؟ ثمانية. خلينا نشوف، لو اضرب الوجه الاول بالوجه الثاني مين بعطيني ثمانية؟ من شلت الواحد كلها في إشي لو ضربت الاول الاول بالثاني بعطيك ثمانية؟ لا لا لا. مجموعه اثنين اثنين باربعة. اثنين واربعة. لو ضربتهم، اذا ننتبه امرات بسال تعمل سم، امرات بطلب منك تعمل ملتيبل، امرات بقول لك ديفايدد فيرست او الفيرست تريال باي ذا سكند تريال، بطلب منك تقسم، امرات بطلب منك تطرح، فبدك تنتبه على العمليه. من شله الاثنين عندي الاثنين اول اربعه، من شله الثلاث في شيء لو ضربتهم بعطيني ثمانيه؟ لا. مجموعه الاربعه اربعه واثنين. مجموعه الخمسه لا صح، مجموعه السته لا، ومجموعه السته لا، فممكن تتغير العمليه بهذه الطريقه. طيب الآن باقي الأشياء بدي أتركها، ولا خلينا أحل بس المطلوب دي، والباقي راح أتركها لكم. دي شو بده؟ them is sum of the trials is more than 9. بده يجمع، طلع دائما انتبه على العملية شو هي. sum of the trials بده يجمع المحاولتين أو يجمع الرقمين بحيث إنه يكون مجموعهم more than، أكثر من تسعة، أكثر من تسعة، حتى تسعة لا، حتى تسعة لا، أكثر من تسعة. طب خلينا نشوف على الأشياء أو الأشياء اللي بيهتم فيها الحدث اللي اسمه دي.
دي شو بده يعمل؟ بده يرمي أول مرة ويرمي مرة تانية يجمعهم سم جمع بحيث أن يكون المجموع أكثر من 9. من مجموعة الواحد شوفوا لي في إشي برضي الحدث اللي اسمه دي؟ لا دكتور كله خمسة. مجموعة الاثنين لا برضو ما في. مجموعة الثلاث لا برضو ما في. لا ما في. ستة بس هو بده أعلى أكثر من 9. 3 و6 بعطوني 9. هو بده مور ذان، بده أكثر من 9. 4+6 معناته هاي أربعة وستة. مجموعة الأربعة في عندي 4 و6 تمام 4 و6. من مجموعة الخمسة 5 و5 5 و5 5 و6 ممتاز. ومجموعة الستة 6 و4 و5 و6 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 برافو عليكم. هاي الأشياء التي ترضي الحدث اللي اسمه دي، وكملنا باقي المطاليب بهاي الطريقة. أوكي كملنا هاي المطاليب بهاي الطريقة. الآن اتفقت أنا وياكم إنه أي تجربة في إلها نتائج متوقعة إحنا بنهتم في جزء معين. هذا الجزء اللي بنهتم فيه أطلقنا عليه اسم event، حدث. طيب في كلمات بدنا ننتبه عليها، كلمة more، كلمة less، كلمة at most، كلمة at least. هاي الكلمات بدنا نكون كثير منتبهين عليها. يعني لو نشوف الحدث اللي اسمه ايه، شو بده؟ some of the trials is at most 3. at most 3 اول اشي شو بدي يعمل؟ هو بدي يعمل عملية sum، جمع. بدي يعمل جمع بحيث انه يكون الجمع at most 3. كلمة at most معناها العدد وأقل، at most معناها العدد وأقل، تمام؟ تالي هو شو بده يعمل؟ بده يجمع الرميتين بحيث إنه يكون المجموع 3 أو أقل. تالي كلمة at most معناها على العدد اللي قدامنا أو أقل. لو قلت لك at most 3 معناته بده يكون المجموع، أنا هون طالب تجمع، بده يكون المجموع 3 أو أقل، مش مشكلة. فخلينا نشوف مين اللي بحقق هذا الحدث 3 أو أقل. هاي أوكي 1 و1 صح؟ لأنه لو طلع معه 1 و1 يجمعهم مجموعهم 2 أوكي. 1 و2 أوكي لأنه شو مجموعها 3. أنا بدي 3 أو أقل. 1 و4 1 و3 لا 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 هذا لا كلهم لا. الاثنين نشوف 2 و1 أوكي. والباقي كله لا لا. خلص كم واحدة بدي؟ هدول بس الثلاثة. 1 و1 1 و2 و2 و1. لكن المهم في الموضوع إنه لما تشوف كلمة at most معناها العدد وأقل، العدد وأقل. بدي أروح على آخر مطلوب جي. شو بده جي؟ the first trial تساوي the second trial. دكتور ما أخذ الاف. الاف سهل لأنها أوكي. المجموع بده إياه 18 تمام. نشوف جي the first trial تساوي the second. ايش بده؟ بيتمنى انه يرمي تطلع الرمي الاولى مساوي للثانية، يعني بمعنى اخر الاولى زي الثانية. يعني 1 و1 ايوه 2 و2 بالضبط. فهو بتمنى يطلع 4 و2 او 3 و3 او 4 و4 او 5 و5 او 6 و6. هدول الاشياء اللي بده اياها الحدث اللي اسمه جي، لأنه هو بده الأولى زي الثانية. 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 ما عنده مشكلة. اللي هم إنه هدول هو اللي بيهتم فيهم الحدث اللي اسمه جي. في أي استفسار وأي ملاحظة لهون؟ دكتور بس عدنا اللي قبل at most. بس معناها العدد وأقل. at most معناها العدد وأقل. طيب فلما أقول لك بده المجموع شو بده يعمل هو؟ بده يعمل sum، بده يجمع بحيث انه يكون المجموع at most 3. بحيث انه بده يجمع الرمي الاولى مع الرمي الثاني يكون at most 3، يعني يا 3 او اقل، 3 او اقل. مين هون اللي بعطيك مجموعهم 3 او اقل؟ الواحد والاثنين. واحد وواحد. واحد واثنين. واحد وواحد طيب كمان. اقل. واحد وواحد. واحد واثنين. واثنين وواحد تمام. طيب في عنا كلمة بالمقابل، في عنا كلمة at least. خليني أنا أغير المطلوب مثلا
F وأسوي sum of the trials is least at least 10 at least 10. معناته أنه 10 وأكثر يا دكتور. يا عين عليك يا عين عليك. كلمة at least معناها العدد وأكثر. كلمة at least معناها العدد وأكثر. كلمة at most معناها العدد وأقل. ماشي؟ كلمة at most معناها العدد وأقل. كلمة at least معناها العدد وأكثر. إذن هون شو بدي يعمل؟ بدي يعمل جمع بحيث أنه يكون المجموع 10 أو أكثر. طيب نشوف مين اللي بعطينا 10 أو أكثر. من مجموعة الواحد ولا واحدة؟ لا. من مجموعة الاثنين ولا واحدة؟ من مجموعة الثلاث ولا واحدة؟ من مجموعة الأربعة؟ أربعة وستة. أربعة وستة. ممتاز. ومن مجموعة الخمسة؟ خمسة وخمسة وخمسة وستة. وخمسة وستة. ممتاز. ومن مجموعة الستة؟ ستة وأربعة. ستة وأربعة. ستة وأربعة. بالضبط. تالي كلمة at most إلها معنى وكلمة at least إلها معنى ومore إلها معنى وless إلها معنى. بالمحصلة احنا في عندنا تجربه. التجربه هي انا كاتب لكم اياها مع فكره لسه ذان وات ليست ات موست. بالمحصل احنا في عندنا تجربه. هاي التجربه في لها نتائج. نهتم بجزء معين. نسبه حصولي على الشيء اللي بدي اياه. نسبه حصول الحدث بنسميها احتماليه. نسبه حصول الحدث احتمالية الحدث معناها نسبة حصول الحدث. كلمة احتمالية نفس كلمة نسبة نفس كلمة إمكانية. نسبة أو إمكانية أو فرصة أو احتمالية كلهم زي بعضهم. بالتالي لما أحكي probability of event احتمالية الحدث احتمالية الحدث الحدث حكينا عنه. الحدث هو شيء بدي إياه. احتمالية الحدث احتمالية الشيء اللي بدي اياه هي نسبة حصولي على الشيء اللي بدي اياه. نسبة حصولي على الشيء اللي بدي اياه. هاي النسبة كيف بنحسبها؟ أول شيء بنرمزلها بالرمز P of A. P من probability والـ A هو عبارة عن الايفنت الحدث الشيء اللي بدك اياه. بنسميه A بنسميه B بنسميه مش مشكلة. فـ P of A هي probability of A بمعنى احتمالية A. احتمالية A هي proportion to get A. هي نسبة حصول الحدث اللي بدي اياه. نسبة حصول على الشيء اللي بدي اياه يطلق عليه اسم probability. كيف بنحسب probability؟ هي عدد عناصر الحدث على عدد عناصر الفضاء العيني. يعني الاشي اللي بتهتم فيه بالنسبة للمجموعة كاملة بقسمهم على بعض. هاي النسبة اللي بتطلع معي هي عبارة عن الاحتمالية. هاي هي عبارة عن الاحتمالية. فمثلا لو أرجع للسؤال الأول اللي بلشنا فيه. وين راح؟ السلايد. طلع المجموعة كاملة أنا كم عنصر فيها؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. ممتاز. الحدث الأول شو بده؟ بتمنى أنه يحصل على عدد أكبر من 8. شو الأشياء اللي بيهتم فيها؟ 9 و11 و14. لو جيت سألتك ما احتمال أن يتحقق إيه؟ شو احتمال مالية إيه؟ مالية إيه؟ احتماليته بي أوف إيه؟ بالضبط. ثلاثة. ما احتمال أن يتحقق إيه؟ ما نسبة حصول إيه؟ نسبة حصوله هو 3 لأنه بيهتم بثلاث عناصر على تقسيم التوتال كامل قديش؟ 8. 3 من 8. هلا ممكن احنا نعطيك اياها بالامتحانات كسر 3 على 8 وممكن نعطيك اياها ككسر 10. لو انتم تقسموا لي اياها ككسر 10 3 على 8 0.375 يعني تقريبا 3.8. بمعنى اخر هذا او هاي الاحتماليه نسبه تحققها 38%. هاي الاحتماليه او هذا الشخص نسبة تحقيق هدفه 38%. طبعا الاحتمالات الكبيرة دائما بتعطي انطباع والاحتمالات الصغيرة بتعطي انطباع. احتمال زي كلمة نسبة. النسب الكبيرة تعطيك انطباع
والنسب الصغيرة بتعطيك انطباع آخر. يعني لو أجي أحكي لشخص رايح يقدم لرخصة سواقة أقول له 95% أنت ناجح، 95% أنت ناجح. هاي الاحتمالية الكبيرة وهاي النسبة الكبيرة، لما أنت تقول له 95% ناجح معناته خلص هو واثق أنه ناجح، هو واثق رايح على أساس خلص أنه ناجح لأنه احتمالية كبيرة وأعطته انطباع. لكن لو جيت حكيت لسالم نسبة نجاحك في المادة أو احتمالية نجاحك في المادة 5%، معناته على الأغلب رح ينجح ولا ما رح ينجح؟ برسب على الأغلب ما رح ينجح. تالي الاحتمالات الكبيرة تعطي انطباع والاحتمالات الصغيرة بتعطي انطباع. الاحتمالات الكبيرة بتعني إنه هذا الشيء أقرب للحصول، والاحتمالات الصغيرة بتعني إنه هذا الشيء أقرب إنه ما يحصل. تمام؟ لو أجي أحكي لعمار 95% أنا حطت لك إيه، خلص هو هسه بصير يحكي لأصحابه أنا منزل مادة الإحصاء إيه، صح؟ لأنه أعطيته احتمالية كبيرة. تالي النسب الكبيرة والاحتمالات الكبيرة تعني إنه هذا الشيء أقرب للحصول. لو جينا حكينا نسبة الإصابة بالكورونا اخترنا 100 واحد، هسا أنت لو تشوفهم بالفحوصات بيجوا بيقول لك والله إحنا اليوم سوينا 10,000 فحص، 10,000 فحص، وطلع من 10,000 فحص مثلاً 8,000 مصابين، 8,000 مصابين من أصل قديش؟ من أصل 10,000. لو تحسب هاي النسبة، لو تقسموها على آلة الحاسبة 8,000 على 10,000، 80%، 80% معناته نسبة الإصابة بالكورونا 80%، نسبة الإصابة بالكورونا 80%، هي نسبة كبيرة كثير، يعني احتمال كبير إنه الشخص ينصاب بالكورونا. يعني اخترنا 1000، اخترنا 10,000 واحد فحصنا، أو اخترنا 10,000 واحد، هدول 10,000 واحد إيش سوينا؟ اهتمينا بالناس اللي معها كورونا، فاكتشفنا انه في احنا دراستنا للناس اللي معها كورونا صفى انه في عندي 8,000 معهم كورونا، فصفى انه اللي معهم كورونا هم 8,000 من اصل 10,000. لما قسمناها طلعت النسبة 80%، يعني احتمال انه الشخص ينصاب بالكورونا 80%، وهي نسبة تعتبر نسبة كبيرة وتعتبر نسبة ضخمة. اوكي، اذا الاحتمالات الكبيرة تعطي انطباع انه الشيء اقرب للحصول، والاحتمالات الصغيرة تعطي انطباع انه الشيء اقرب انه ما يحصل لعدم الحصول. اوكي، لكن الاحتمالية الان اللي بدنا احنا يعني نطبقها اللي هي عدد عناصر الحدث على عدد عناصر الفضاء العيني. الاحتمالية في إلها شرط كثير 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 مهم. الشرط شو هو؟ انه اي احتمالية في الدنيا دائما بين الصفر والواحد، دائما بين صفر وواحد. الصفر مقصود فيه 0%، والواحد المقصود فيه 100%. أعلى احتمالية في الدنيا 100%. لو واحد قال لك أنا متأكد 200% ما تردش عليه، لأنه فيش إشي اسمه 200%. أعلى احتمالية في الدنيا هي 100%، وأقل احتمالية في الدنيا هي 0%. فأي احتمالية رح نحسبها اتأكد إن جوابها بين الصفر والواحد. 0.13، 0.15، 0.35، 0.37. لما أحكي 0.37 بقصد فيها 37%، لما أحكي 0.12 بقصد فيها 12%. أوكي، لكن أي احتمالية بدنا نحسبها دائما بين الزيرو والواحد. إذا أنت حسبت وطلعت فوق الواحد اعرف إنه في مشكلة، إذا طلعت أقل من زيرو سالبة اعرف إنه في مشكلة. احتمالاتنا بين الصفر والواحد. فرجيكم سؤال بالعادة أنا بسأله، بالعادة بقولهم زي هيك: Which of the following is a valid probability؟ يعني بدي أعطيهم خيارات وأشوف مين فيهم احتمالية ممكن إنها تتحقق. الثالثة. أعطيتك 4 خيارات، هل ممكن يوم من الأيام تحسب احتمالية تطلع معك سالب 4 بالعشرة؟ لا مستحيل. هل ممكن تحسب احتمالية تطلع معك 11 على 2؟ لا مستحيل. طيب نروح على الخيار الأخير،
هل ممكن تحسب احتمالية تطلع 1.2؟ مستحيل. طب هل ممكن تحسب احتمالية تطلع معك 0.32؟ yes. نعم. تالي هذا هو الخيار اللي ممكن انه يحصل. عشان هيك لو جبت لك سؤال زي هيك بالامتحان النهائي، هذا السؤال شو بكون هدفه؟ انك تدور على الاحتمالات اللي بين الصفر والواحد. اي اشي مش بين الصفر والواحد هذا الشيء مرفوض ومستحيل انه يتحقق، مستحيل انه يتحقق. اوكي، تالي الاحتمالية هي عدد عناصر الحدث على عدد عناصر الفضاء العيني. بدي احل مثال وبنكمل ان شاء الله المرة الجاي، وبنكمل ان شاء الله المرة الجاي. طلع السؤال اللي قدامنا هذا سهل، ما بدي كتير يعني بديش احكي عنه، بدي احكي عن السؤال اللي بعده. طلع المثال شو بحكي؟ an experiment rolling a die twice، بدي ارمي حجر النرد مرتين اللي حكينا عنه قبل شوي. ولما احكي حجر النرد مرتين معناته في عندي 36 نتيجة متوقعة اللي كتبناهم قبل شوي، واحد وواحد اللي سميناهم شلة الواحد وشلة الاثنين وإلى آخره. شو المطلوب الأول؟ What's the probability؟ شو المطلوب؟ نحسب احتمال. دائما نقرأ السؤال كويس، المطلوب What's the probability؟ ما احتمال؟ إذا المطلوب نحسب احتمال. ما احتمال Get the sum of the faces is 12. دائما الأسئلة زي هيك الجملة اللي بعد كلمة probability that، شايفين probability that، مطلوب نحسب احتمال. احتمال لشو؟ الجملة اللي بعدها عبارة عن حدث، شيء بنهتم فيه، شيء نتمنى حدوثه. شو بتمنى؟ بتمنى انه يكون المجموع 12. هلا هذا الشيء اللي بتمنى حدوثه سميناه event، ودائما لازم نعطيه رمز. سميته ايه؟ سميته ايه؟ المطلوب هو احتمالية ايه؟ هذا المطلوب نحسبه، المطلوب نحسب احتمالية ايه. طيب الآن خلينا نرجع على الأوميجا اللي احنا كتبناها قبل شوي ونشوف على الاشي اللي بعطيني مجموعة 12. لو نرجع للسؤال او لا نرجع للفضاء العيني تبع الحجر النرد، مين اللي بعطيني 12؟ 6 و6. 6 و6 في غيرها؟ 3 و9. حجر النرد مش فيه 9، خربطت الدكتور. تمام، بالتالي 6 و6 صح؟ إذا الحدث اللي اسمه إيه بس بيهتم بهاي النتيجة 6 و6، وهي تعتبر نتيجة واحدة من أصل قديش؟ 36. معناته احتمالية حدوثه، احنا طالبين احتمالية. نعم، تالي هو لما بدي يبلش يعمل التجربة تبعته احتمالية حدوثه واحد من أصل قديش؟ من 1 من 36. واحد من 36. الآن أنت لو تروح على جنب، لو تروح على جنب وتقسم 1 على 36، قسموا لي بالله 1%، معناته هاي تطلع احتماليتها 3%، 0.03. يعني احتمالية حدوثه 3%، وهي احتمالية ضعيفة جدا جدا جدا. يعني هو لما بده يرمي هو عارف جواته انه المطلب تبعه على الاغلب ما رح يتحقق. عارفين شو يعني 3%؟ 3% يعني من كل 100 مرة 3 مرات بزبطن. هاي 0.03 اللي هي نفسها 3%، نفسها 3%، هاي احتمالية حدوثه وهي احتمالية ضعيفة جدا. يعني من كل 100 مرة بس 3 مرات رح يزبطن معه، من كل 100 مرة بس 3 مرات رح يزبطن معه. احنا بالامتحان النهائي يا بنعطيك كسر زي هيك، يا بنعطيك جواب زي هيك، يا جواب زي هيك. بدك تكون عارف انه الثلاثة زي بعضهم، الثلاث زي بعضهم. معناته هذا الحدث اللي اسمه ايه على الاغلب انه ما رح يتحقق. يعني هو داخليا عارف حاله انه الشيء اللي بطلبه شيء احتماليته قليلة جدا. بدي أحل المطلوب الثاني ونكمل بعدين. دكتور نعم، الـ 36 اللي هي يعني الأرقام اللي مجموعهم 12. دول هو رمى حجر النرد كم مرة؟ مرتين صح؟ تمام. لما نرمي حجر النرد مرتين مش قدامي 36 نتيجة متوقعة؟ 6 squared. تمام. تالي في عنا احنا بنهتم في واحد فيهم. الآن المطلوب الثاني What's the probability that؟ ما احتمال؟ شوف شو الاحتمالية المطلوبة. The sum
برضو بدنا نعمل جمع. Of the three reals is 5. بتمنى إنه يجمع الرقمين يكون مجموعهم 5. وبدنا نحسب احتماليته. خلينا نتذكر من شلت الواحد في إشي بعطوني 5؟ 1 و4. 1 و4 في غيرها لا. مجموعة الاثنين 2 و3. مجموعة الثلاثة 3 و2. 3 و2. ومجموعة الأربعة 4 و1. البقيات بقيات في إشي فيهن؟ لا. لا. عدتوا هنا كم واحدة؟ 1 و4. 4 و2 و3. 3 و2 4 و1. 4. من أصل قديش المجموعة كاملة كان فيها؟ 36. معناته هاي احتماليتها 4 من 6. 36. تمام؟ تطلع 11%. هاي تطلع احتماليتها 11%. الـ A احتماليته 3%. الـ B احتماليته 11%. مين فرصته أكبر؟ 11%. الـ B. هي الـ B. نعم. أوكي؟ المطلوب الثالث، أنا عارف إنه حكيت اللي فوق آخر واحد بس خلينا على السريع. هذا What's the probability that the sum of the faces is not 10؟ ما احتمال إنه أجمع الرقمين ما يكون مجموعهم 10؟ خلينا ندور على اللي بعطي 10. مين اللي بعطي 10؟ 5 و5. خلينا نمشيهم واحدة واحدة. من مجموعة الواحد في إشي بعطي 10؟ لا. مجموعة الاثنين؟ لا. مجموعة الثلاث؟ لا. مجموعة الأربعة؟ لا. أربعة وستة. ومجموعة الخمسة 5 و5 صح؟ ومجموعة الستة 6 و4. هدول الثلاثة بدنا إياهم ولا ما بدنا إياهم؟ ما بدنا إياهم. نرميهم. قديش بضل بدي؟ 33. طيب يلا كيف نحسب الاحتمالية؟ الاحتمالية أنا بدي 33. أصل قديش التوتال كامل؟ 36. لو تحسبوها كمئوية 91%. 91%. معناته هذا الشخص على الأغلب إنه هدفه رح يتحقق. احتماليته كبيرة، معناته على الأغلب إنه الشيء اللي بطلبه رح يتحقق. دكتور، هذا الشيء اللي إحنا بدنا نحكيه في محاضرة اليوم. يعطيكم ألف عافية. دكتور تفضلي. هلا هي بتطلع 0.916، بنقربها بتصير 92. قريب عادي، فيش مشكلة. وأنا على الأغلب أنا بعطيكم كسر عادي زي هيك عشان أنتم ما تتهوش بأسئلة زي هاي. أوكي، يعطيكم ألف عافية. دكتور بكم بيكون 92؟ عادي، التقريب فيش مشكلة فيه. أوكي.